أهلا بكم. بين حكومتين شرقا وغربا لا ينتهي السؤال عن مستقبل السلطة التنفيذية ومدى ارتباطها بعرقلة الانتخابات. وفي جلسة مجلس الأمن التي جاءت بعد اضطرابات أمنية شهدتها العاصمة طرابلس، تكرر السؤال وتكشفت معه ملامح الموقف الدولي حيال مستقبل العملية السياسية واتجاهه لدعم حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات. فهل تكون هذه الحكومة خطوة نحو إنهاء حالة الانقسام؟ وهل يقبل بها الفرقاء؟ أم أنها ستتحول إلى مرحلة انتقالية جديدة لا يعلم متى وكيف ستنتهي؟ وما هي ضمانات أن تمهد الطريق نحو انتخابات برلمانية ورئاسية؟ أرحب بضيوفي هنا عبر الأقمار الصناعية من بنغازي عضو مجلس النواب السيد إبراهيم الدرسي، وعبر الأقمار الصناعية من القاهرة الكاتب والصحفي السيد عبد الحكيم معتوق، وعبر الأقمار الصناعية من مصراتة الكاتب والمحلل السياسي السيد فيصل الشريف، كما سيكون معنا في الجزء الثاني من حوارية الليلة عبر الأقمار الصناعية من بنغازي المحلل السياسي السيد محمد مطيريد. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. لعلي أبدأ معك سيد الدرسي حول حديث بتيلي عن مسألة وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف، ويعتبر ذلك بأنه أمر واجب بالنسبة له. إلى أي حد قد تشاطره النظرة في ذلك سيد الدرسي؟ مساك سعيد سيد نبيل، أشكرك على استضافتي، والتحية موصولة إلى ضيوفك الكرام ولكل متابعي قناتك ولبرنامجك المتميز برنامج الليلة. طبعا يعني الحقيقة نحن تفاجأنا بالطرح الذي طرحه سيد بتيلي. الكل يعلم وكل يعلم أن سيد بتيلي كان يصر على إشراك حكومة دبيبة في كل النقاشات والحوارات، وجعلها طرفا أساسيا في إيجاد أي حلول وتوافقات. ونحن قلنا دائما مرارا وتكرارا أن حكومة السيد عبد الحميد دبيبة حكومة عارضة جاءت بسبب وتذهب بزوال السبب. هي جاءت وفق اتفاق جنيف ولجنة 75 السابقة، وبالتالي كانت مهمتها الأساسية هي توفير المناخ لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 21، ولكن ذلك لم يحصل. وبالتالي أهم نقطة كانت موكل لهذه الحكومة لم تعد موجودة، وهي ليست يعني وليدة مخرجات الصراع السياسي الليبي منذ 2014 و2015، اتفاق الصخيرات الذي أنتج سلطتين هي مجلس النواب المنتخب في 2014 وخصمه مؤتمر وطني والذي ورثه مجلس الدولة. هذا الطرح اليوم الذي طرحه سيد بتيلي كان مفاجئا، طبعا مفاجئا جدا. أنا تابعت إحاطة بتيلي وكلمات الأعضاء مجلس الأمن في تلك الجلسة كانت مفاجئة جدا حقيقة، ولكن هذا له دلالة كبيرة. ولكن الحكومة يعني حكومة مصغرة، حكومة ذات كما قال المندوب الأمريكي وقالت بعض الأطراف الأخرى أن مهمتها فقط هي الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية. نحن نعلم جيدا ونقول دائما أن الحكومة وسيلة وليست غاية، الغاية الكبرى هي الانتخابات. هذه الحكومة التي ستأتي الآن هل ستبسط سيطرتها مثلا على كامل التراب الليبي؟ وهل الميليشيات الموجودة في غرب البلاد خاصة في العاصمة طرابلس والتي تناحرت الأيام الماضية وتقاتلت بالسلاح ودمرت الأخضر واليابس، هل سترضخ لهذه الحكومة؟ أخي الكريم، سيد بتيلي تكلم في إحاطته عن حكومة وهو ما نطالب به نحن. أنا أعتبر انتصار لفريقنا السياسي الذي لطالما طلبنا بحكومة وأردنا أن تكون حكومة موحدة، وقلنا دائما أبدا أنه لا يمكن ويستحيل بمكان أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت أو في ضمن حكومتين متخاصمتين. النزاهة والموضوعية لن تكون موجودة أبدا، وباب الطعون سيكون مفتوح على مصراعيه بين جميع الأطراف. سنأتي لكل هذه التساؤلات، ولكن اسمح لي سنأتي لكل هذه التساؤلات، مسألة إمكانية القبول من عدمه. نعم. لكن عندما تتحدث على أنه ما قاله بتيلي بالنسبة لكم كان مفاجئا، رغم أن الرجل حديث عن مسألة الحكومة كان في 26 من يوليو الماضي يتحدث على عند لقائه بعدد من القادة السياسيين مسألة الاتفاق على خارطة الطريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار والحلول
الوسط والمشاركة بطريقة شفافة، وذلك بهدف تشكيل حكومة موحدة. إذن رجل للمرة الثانية يتحدث عن هذه الحكومة، ما المختلف؟ دعني أسألك في هذه النقطة، ما المختلف بين توجه بتيلي لحكومة موحدة كما يقول الرجل اليوم، وبين مساعيكم أنتم كبرلمانيين على الأقل كمجلس نواب بوجوب إنتاج حكومة انطلاقا من خارطة الطريق سيد الدرسي؟ نحن نتفق مع بتيلي في هذه النقطة. بالنسبة لي شخصيا والفريق السياسي الذي يعني أدعيني منه ومثله، نتفق مع سيد بتيلي وكل المتابع للشأن الليبي على ضرورة إيجاد حكومة موحدة. ولكن سيدي الكريم، سيد بتيلي يوم في حطته تكلم عن الجزء ولم يتكلم عن الكل، تكلم عن شيء يعني يعتبر تكميلي، ولم يتكلم أو يشر بأي طريقة أخرى إلى الخلافات العميقة. نحن نتكلم عن مخرجات 6+6 والحوار ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة، لم يتحدث عن يعني انتخاب السيتكالة، والذي لم يعني يصدر منه أي بيان بالنسبة للتفاهمات ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة. ولعلنا رأينا بعض من تياره يقول أنه يرفض تغيير حكومة دبيبة أو حكومة جديدة كما يقول، لم يشر إلى النقاط الخلافية التي هي نسميها الشعرة التي قصمت ظهر الانتخابات والتوافقات، لم يشر إليها من قريب ولا من بعيد، وهي يعني مكمن الداء، وهي المشكلة الكبرى والعويصة كما نقول. يعني المسائل الخلافية كان على مجلس الأمن وسيد بتيلي، وهو يعني يضع حطته بين الدول المتنفذة وصاحبة القرار في الملف الليبي وفي الملف الدولي بالكامل، كان يجب عليه أن يتحدث بشفافية وبوضوح عن المسائل الخلافية التي سيصطدم بها كل اتفاق قد يحصل ما بين الليبيين. الحكومة الموحدة مهمتها حكومة مصغرة أو حكومة تكنوقراطة أو أي حكومة سمية أخرى، ما مهمتها إعداد الانتخابات. إذن أين قوانين الانتخابات؟ قوانين الانتخابات اللي هي فيها مشكلتين نحن نعرفوها، مزدوجي الجنسية ومشكلة العسكريين، وأيضا المشكلة الجديدة التي جدت وهي النسبة. إذا تحصل مترشح ما على 51% أو حتى 90% لابد من جولة ثانية، وهو خرق يعني بروتوكولي لجميع الأعراف المتفق عليها في الانتخابات ما بين دول العالم. لم يشر السيد بتيلي لا من قريب ولا من بعيد إلى هذه النقاط، تحدث عن مجلس 6+6 ولكن مر عليها مر الكرام، وقال نحن نتابعها ونثمن هذا التقارير، وتكلم عن توحيد السلطة المالية، عن التوافقات ما بين مصرف مركزي بنغازي والمصرف في طرابلس بقيادة الصديق الكبير. لم يشر للنقاط الخلافية ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة. طيب. ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى اعتراضات السيد دبيبة على هذه القوانين. هو سيد دبيبة لا دخل له في هذه القوانين. طيب. هي قوانين يفترض أن تصدر ما بين مجلسين النواب والدولة، تكون وفق توافقات حتى حسب اتفاق الصخيرات ومخرجات الصخيرات. نجد دبيبة يضع العصي في العجلات، وطبعا هذه الإحاطة ممكن تتناولها في قادم الكلام، جاءت وفق ترتيبات شهادتها الساحة الليبية لربما ستطرحها واضح. بعد قليل. وبالتالي سيد فيصل الشريف، أمام هذا الترحيب من قبل البرلماني سيد الدرسي حول مسألة الحكومة، وإن كانت له مفاجئة هذه الخطوة بالنسبة له أن يتحدث عنها بتيلي اليوم في حطته، لكن دعني أسألك حول ما الذي جعل بتيلي يشدد على وجود حكومة موحدة في ليبيا دون الحديث عن مسألة الآليات التي يمكن الوصول بها إلى هذه الحكومة، ولا على أي أجال كما كان في حطته؟ كيف تفسر كل ذلك؟ مساء الخير سيد نبيل لك ولضيفيك ومشاهديك الأكارم. شوف بداية يا نبيل، السيد إبراهيم الدرسي ربما في آخر لقاء كنا معا على شاشة ليبيا الأحرار تحدث عن أن رأيه في اتجاه أنه لا مجال اليوم لتغيير الحكومات، لأننا برر ذلك بأننا نمر بوضع استقرار، وهذا الاستقرار يجب أن نستثمر فيه، وأن أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة سيخلط الأوراق ومن هذا القبيل. اليوم هناك تغير في رأي السيد، في وجهة نظر السيد إبراهيم الدرسي، ويرى أنه يتفق مع بتيلي في تشكيل حكومة جديدة، وهذا التغيير قد يكون تغييرا إيجابيا في منظوره. ولكن دعنا نركز على ما ورد في الإحاطة، لأن ما ورد في هذه الإحاطة، وأتحدث هنا عن المصطلحات ودلالاتها،
أنها مصطلحات حمالة أوجه. أنت عندما تتحدث عن أن السيد بثيري يقول تشكيل حكومة موحدة، يعني ما المعنى؟ كيف يعني؟ ربما يذهب التفسير إلى أن حكومة موحدة هي دمج حكومتين أو خلط حكومتين من الشرق والغرب، أو حكومة موحدة أن يتفق الجسمان على تشكيل حكومة موحدة مثلا. يعني هناك تفسيرات كثيرة حمالة أوجه هذه العبارات. كذلك مندوب الولايات المتحدة الأمريكية تحدث عن حكومة تصريف أعمال، ونحن نعرف ما المعنى المراد من قصة من موضوع تصريف الأعمال أو مصطلح تصريف الأعمال. هي حكومة محدودة الصلاحيات تأتي في ظروف استثنائية لتقود مرحلة استثنائية بصلاحيات محددة كهذه المرحلة التي نمر بها نحو الانتخابات. يعني حتى المصطلحات متضاربة، ولا يمكن يعني اليوم أن نأخذها في اتجاه معين إذا ما أردنا أن نفسرها سياسيا. هذه واحدة. ثم الحديث عن أن اليوم يعني أن بثيري يقدم هذه الإحاطة في محاولة اليوم لأن يعطي ربما خارطة أوضح أكثر وضوحا لأعضاء مجلس الأمن أو المندوبين الحاضرين عن أعضاء مجلس الأمن. هناك إشكالية. يعني بثيري طرح أربع محاور، محور يتعلق بشرط الحصول على، يعني هذه إشكاليات أربعة سماها، شرط الحصول المترشح على 51%، هذه مشكلة قال أنها يجب أن تعالج في القوانين. مشكلة أيضا طرح مشكلة ما يتعلق بإقامة فيما يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكر والمطلوبين للعدالة ربما. نعم. كذلك مسألة يعني فشل الانتخابات البرلمانية وتعليقها وربطها بفشل الانتخابات الرئاسية، ورابعا هي مشكلة الحكومة. اليوم بثيري إذا كان ما زال يستمر مستمرا في أن هذه الأربع ركائز لازالت إشكالية كبيرة معلقة ويجب أن تعالج في 6+6، فأنت أمام إشكاليات أخرى اليوم. أولا 6+6 صدر عنها بيان وقالت أن ما صدر عنها هو نهائي ولا غير قابل للنقاش. أنا لا أود مقاطعتك، ولكن حتى لا نستبق الحديث بالحديث عن القوانين ولجنة 6+6 ونبقى في ملف الحكومة، سنأتي إليها لاحقا في سياق هذه الحلقة ونناقشها بشكل مفصل حول خيارات بثيري في التعاطي مع إشكال الحاصل في القوانين الانتخابية. لكن أنا سؤالي كان متعلق بمسألة الحكومة. أنت ذهبت في اتجاه التصور بأنه يمكن أن تدمج الحكومتين، من أين تنطلق في ذلك في ثواني حتى أنتقل بعدها إلى السيد معتوق؟ لماذا اعتقدت بأن الرجل يفكر في عملية الدمج دون سواها؟ لا 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 مطلقا مطلقا أنا لم أعتقد أنه يفكر في دمج الحكومتين. أنا قلت أن هذا المصطلح حمال أوجه يمكن أن يفسر هكذا ويمكن أن يفسر هكذا. ولكن لا تنسى أن نص المادة 83 من قانون انتخابات الرئاسية، نص المادة 83 في قوانين 6+6 يتحدث بشكل واضح عن أن المرحلة القادمة يجب أن تقودها حكومة، يعني يجب تشكيل حكومة جديدة هي من تقود المرحلة إجراء العملية الانتخابية. يعني إذا مررت هذه القوانين وبنص المادة 83 ومرر بهذه الصيغة، يبقى أن إشكالية التي طرحها بثيري وهي إشكالية الإشكالية من ضمن الأربع إشكاليات أنها قائمة وموجودة، وكيف سيتم معالجتها هذا ما لم يوضحه بثيري. طيب سيد معتوق، مسألة الحديث عن هذه الحكومة الموحدة، وإن كانت تصريحات السيد بثيري تبدو في نظر السيد الشريف من مصراتة هي حمالة أوجه غير مفهومة بمعنى على وجه الدقة إلى ماذا يقصد الرجل، أنت كيف تبدو لك حديث بثيري عن الحكومة الموحدة؟ هل يتحدث عن مسألة إدماج حكومتين دبيبة وحماد، أم ربما يتبنى مسار عقيل المشري سابقا بأن يكون هناك حكومة جديدة تنهي هذا التنازع بين الحكومتين؟ لا يا أخي نبيل، أنا لم تعد ككثير من الليبيين تستوقفني هذه الإحاطات، لأن هذه الإحاطات هي لوسائل الإعلام. لا تعرف السياق المتبع لدى مجلس الأمن، تمت إحاطتين، يعني إحاطة علنية وإحاطة سرية. الإحاطة العلنية هي ما استمعنا إليه وما نناقشه الليلة، والإحاطة السرية هي نتاج ما يتم طبخه في الغرف المظلمة بين أجهزة المخابرات والحكومات والذين هم أصحاب المصلحة الحقية في الخراط في المشهد الليبي من دول الجوار والإقليم وغيرها. لكن بالعودة طبعا أنا يؤسفني لأن طالت القصة، هذه ليست الإحاطة الأولى، هذه الإحاطة رقم 1000 للمندوب الثامن
وليس تم فعل على الأرض. الليبيون يتطلعون إلى حلول جذرية لكل مسائلهم السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، لأننا لازلنا ندور في ذات الدائرة المفرغة ولم نصل إلى حل حقيقي. بالعودة إلى سؤالك أخي نبيل، نعم، هو الرجل لم يتحدث عن بالنص، يعني هو الرجل لم يتحدث عن النيو جوفرمنت، يعني لم يتحدث عن حكومة جديدة، هو تحدث عن حكومة موحدة. ومثل ما تفضل الأخ فيصل، الحكومة الموحدة قد يعني يقصد بها دمج الحكومتين فعلا، شريطة أن يكون رئيسها تتوفر له إمكانية التنقل لكل مناطق ليبيا، لأن تعرف أنت الآن في إشكالية في مسألة يعني حظر التنقل والاتصال والمناكفات التي تحصل والتي هي حقيقة انعكست على الحياة المعيشية للمواطن الليبي. ثم بالإشارة إلى ما قالته مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، هي طبعا هذا النقيض في بين الإحاطة وما أدلت به المندوبة، هي تحدثت عن حكومة تصريف أعمال. عندما نعود إلى مخرجات جنيف، على اعتبار أن الحكومة الوطنية حكومة السيد عبد الحميد دبيبة هي مخرج لاتفاق دولي، فمعنى ذلك كأني بها تريد أن تقول تبقى هذه الحكومة تصريف أعمال، بمعنى أن قد نتفق معكم على أن ولايتها القانونية لجهة اتفاق جنيف قد انتهت، ولكنها بمقدورها بعد أن تتبادل التنسيق والتفاهم مع الأطراف الأخرى تبقى لكي تصرف الأعمال لجهة توفير ما اتفق بشأنه في السابق، الحد المنطقي من الحياة الكريمة للإنسان الليبي والإشراف على انتخابات حرة ونزيهة. هذا لا يمكن أن نفسر ما قاله باتيلي ومندوبة أمريكا أكثر من هذا التفسير. لما قد لا يكون سيد معتوق لما قد لا يكون بأنه مسألة الحديث عن حكومة تصريف الأعمال التي تحدثت عنها المندوبة الأمريكية وما قاله نورلاند فيما مضى بأنه هناك حاجة إلى هيئة حكومية، لما لا تكون هذه الحكومة المقصود بها هي حكومة جديدة بعيد عن الحكومتين؟ في ثواني سيد معتوق لا تكرم. والله شوف طبعا بعد الجولات تفضل. هي شوف بعد الجولات اللي قام بها باثيلي شرقا وغربا وجنوبا، هذا مطلب الشرق، مطلب معسكر الشرق. هو معسكر الشرق لديه مقترحين، أن يذهب باتجاه تشكيل حكومة جديدة، بمعنى إسقاط أو انتهاء فترة، هذا الكلاشيه الذي نسمعه دائما، انتهاء فترة ولاية الحكومة الوطنية، والتركيز على مخرجات الستتين بشأن القوانين الانتخابية. يبدو أن باتيلي ذهب إلى يعني تناول إخراج الستتين فيما يتصل بالقوانين الانتخابية، ولكنه ترك مسألة الحكومة مثل ما تفضلوا الضيوف فضفاضة، إما أن تكون حكومة موحدة أو بالعودة إلى ما قالته المندوبة الأمريكية حكومة تصريف أعمال. ففي كلا الحالين هم في الإطار العام يبحثون عن حكومة تغطي كافة التراب الليبي بغض النظر عن الشخوص ورغبة قطاع كبير من الليبيين أن يكون رئيسها وأعضاؤها جدد. سيد الدرسي، عندما تقول بأنه باتيلي قد يلتقي أو يتوافق مع توجهكم أنتم كنواب ومجلس نواب، هل تقصد بذلك عملية دمج الحكومتين كما يشاع أم حكومة جديدة موحدة؟ نحن في حاجة إلى توضيح المقصد، مقصد كلامك من ذلك، لأنه سيد الدرسي تؤيد بقاء حكومة حماد، ترفض الحكومة الجديدة التي كان يعمل عليها مجلس النواب والدولة عن طريق خارطة الطريق، فهل لك أن توضح لنا كل هذه النقاط؟ لعلني أستشهد بأبو التاريخ هيرودوت عندما قال من ليبيا الجديد. سيدي نبيل، نحن نتوقع كل شيء في ليبيا، نتوقع حكومة دمج حكومتين، نتوقع حكومة جديدة، نتوقع كل شيء في ليبيا، يعني لأن المؤشرات دائما متغيرة، يعني الضغط دائما يرفع في عداد الأرقام صعودا ونزولا، فكل شيء متوقع في ليبيا. لا أجزم لك بأنه لن تكون هناك حكومة موحدة ما بين الحكومتين، أو حكومة تكنوقراط فيها بعض التوسع، أو حكومة يعني تصريف أعمال. ما المقصود بتصريف الأعمال؟ لماذا السيد عبد الحكيم والسيد فيصل يلون أعناق النصوص؟ لماذا يفسرون الأشياء بتفسير بعيد؟ هم قالوا حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
هناك محظور كبير في الحكومة توحيد الحكومتين سيدي الكريم. أول محظور هو أن من أكبر المترشحين للانتخابات الرئاسية والأمر في ذلك هو سيد عبد الحميد الدبيبة. هنا العدالة في 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 الادعاء الانتخابية ما بين المترشحين الآخرين ستكون يعني في موضع شك كبير جدا، وهو ما أشار إليه السفير الإنجليزي الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن بصراحة أن من يريد أن يترشح الانتخابات الرئاسية عليه أن يترك كل مناصبه ويتفرغ ويكون يعني على قدم واحدة مع باقي المترشحين. أول شيء هو طبعا وجود السيد عبد الحميد الدبيبة على رأس هذه الحكومة وإن كانت موحدة، وهو نعلم جيدا أنه لن يتنازل عليها في حال كانت موحدة أو غير ذلك. ثاني شيء أن الأطراف الأخرى كالقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أشار مرارا وتكرارا أنه لن يكون هناك حكومة موحدة مع حكومة الدبيبة التي وصفها بالغارقة في الفساد والتي يعني ارتكبت الخيانة العظمى حينما جعلت مناطق في غرب البلاد يعني مرتعا للمرتزقة وللقوات الأجنبية التي موجودة في قواعد بحرية وجوية في ليبيا. أعتقد أن كلام السيد باتيلي، أنا طبعا يخلون يجن بعض الشك، أنا سيد باتيلي لست واثقا منه كثيرا، يعني سيد باتيلي بالأيام الماضية كان نحن حتى علي شاشتك استاذ نبيل طعنت حتى في نزاهته، يعني قالت إصرار على إدخال دبيبة للمعادلة التفاوضية والسياسية والقوانين وأسرع على أنه طرف يعني يضع علم استفهام، ونقول وراء هذا التساؤل يا سيد إبراهيم الذي يبحث عن إجابة. سيد إبراهيم ديس أبحث عن إجابة، ما زلت رغم هجومك عليه فيما مضى وأنت تقولها وتكررها الآن، لكن اليوم تخرج على الشاشة وتقول بأنه توجه باتيلي موافق لتوجهكم. نعم. ما هو توجهكم يا سيد الدرسي حتى نفهم أكثر؟ لأنه في فترة تحدث عن صحيح. تصويت على خارطة الطريق بإنتاج حكومة جديدة، ومن جانب آخر تقول بأنك موافق وتدعم بقاء حكومة السيد حماد، فبالتالي في أي اتجاه تسير سيد إبراهيم؟ قد هذا الأمر يبدو غير واضح للمشاهد في هذه الأثناء. ما أنا كما يقول المثل العربي أنا رجل من قومي، أنا رأيي أقول بصراحة، وأنا يعني لست متفائلا حتى بهذه الحكومة القادمة، يعني لا شيء يدل على أن الأطراف الليبية ستتوافق. يعني سيد باتيلي وضعنا في صورة وردية، ولكن الواقع يقول عكس ذلك، نرى الخلاف الكبير ما بين هذه الأطراف. بالنسبة لي أنا وحسب وجهة نظري ووجود هذه الخلافات السياسية والجهوية والمناطقية والعسكرية والفكرية أيضا، يستحيل بمكان إنشاء حكومة واحدة متوافق عليها وتشتغل من العاصمة طرابلس في ظل وجود المتناقضات داخل العاصمة أيضا وجود الأطراف المستفيدة. بالنسبة لي أنا أقولها، لازلت مقتنعا أن وجود حكومتين في هذه الفترة تقدم خدمات الشعب الليبي وتكون الحدود ما بين المناطق الليبية مفتوحة والتبادل التجاري والإنساني والسير في خطى التوافق ما بين الليبيين عسى ولعل أن ينسوا الحروب ويتوافقوا فيما بينهم يهديهم الله كما يقول الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا وجهة نظري وأنا لست متفائلا بحق. طيب لماذا تصوت على خارطة الطريق يا سيد درسي؟ أنا رجل من البرلمان، هم لماذا تصوت؟ لماذا تصوت على خارطة الطريق تنادي نعم. بإنتاج حكومة جديدة إن كان هذا موقفك؟ والله إنما مش خلف زملائي والأغلبية في مجلس النواب صوتت، ولكن هذا رأيي، وإن ذهبوا للحكومة سأذهب معه، أنا سياسي سيدي الكريم، أنا أذهب حيث تذهب المصالح مناطقي واتجاه السياسي، حتى وكان اتجاه السياسي ماشيين في شيء وأنا أخالفه يجب علي أن أتبعهم. هذا قول واحد، ما فيش خلاف، منطقي أن السياسي يصوت، وأقول أنه واقعي وأنهم لن يذهبوا إلى انتخابات وأن لن تكون لك حكومة تصريف أعمال ولا حكومة موحدة ما بين الحكومتين، وأن هذا كله كلام يعني ضيع للوقت وضيع للجهد، وأنه لن يحدث ظل هذه التناقضات الكبيرة في ليبيا والتي تزداد يوما بعد يوم. منطقي أن السياسي يخالف قناعاته وأن يصوت على أمر لا يقتنع به؟ قد يبدو هذا الأمر غير وجيه بالنسبة للكثيرين سيد الدرسي في ثواني. والله يا سيدي هذا قولي وهذا رأيي. طيب. والواقع يعضد ما أقول، الواقع موجود الآن، لا أحد يستطيع أن ينكره، هناك حكومة في بنغازي، هناك حكومة في طرابلس، هنالك قوات مسلحة وجيش في سفزان وفي بنغازي وفي برقة، هنالك قوات مسلحة وميليشيات وسمي ما شئت في طرابلس، هنالك مجلس دولة في طرابلس، هناك مجلس النواب هنا، هنالك مصرفي هنا مركزي هنا، هناك مصرفي هناك، لعل بوادر ممكن تكون طيبة أو تكون عليها بعض الملاحظات كما أشار المستشار
سيد مرجع غيث بأن كلمة توحيد المصرف المركزي كلمة فرفاضة وهنالك طريق كبير جدا وعسير لتوحيد المصرف المركزي الذي يحتاج إلى 4-5 سنوات. الواقع يعضد ما أقوله، ولكن هنالك شيء موجود في البرلمان، سياسة سميها ما شئت، لكن أنا قناعاتي وما أقوله أن الواقع يعضد ما أقوله، وليقل من يشان يقول في 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 غير هذا الكلام، لأن الواقع يعضد ما أقوله وهو أكبر شاهد ودليل عندي. وبالتالي سيد الشريف، عندما نرى إلى ردود الفعل الآن تجاه تصريحات بتيل اليوم في حطته، انطلاقا من ترحيب الدبيبة بدعوة بتيلي إلى التوحيد، ثم عدد كل من المؤسسات إن كانت أمنية واقتصادية وعسكرية إلى غير ذلك ما عدا السلطة التنفيذية، في تقديرك لماذا تجنبت دبيبة الترحيب بمسألة توحيد الحكومة رغم أنها كانت في صلب حديث بتيلي وقالها صراحة أن البلد في حاجة إلى حكومة موحدة وهذا أمر واجب؟ ما الذي يفهم من هذا الترحيب؟ هو شوف ربما يا نبيل أن الدبيبة ربما لديه تطمينات بأن كما قلنا بأن هذا المصطلح الذي أطلق حمال أوجه، وأن لديه تطمينات بأن هناك مسارا معين يتعلق بإعادة ترتيب السلطة التنفيذية، ربما لديه تطمينات تصله في هذا الخصوص. أما اليوم مسألة الحديث، وهذا تعليق بس على كلام السيد إبراهيم، مسألة الحديث عن الفساد وعن الميليشيات وعن هذه الأمور، لا أحد اليوم على مستوى السلطة التنفيذية وحتى الموازية، السلطة التنفيذية في طرابلس والموازية والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة والرئاسي، وعندما نطلع على تقارير ديوان المحاسبة ونطلع على العديد من التقارير المسربة وربما حتى ما نتابعه بشكل صحفي، لا أحد يستطيع أن يعطي صك براءة لأي من يتواجدون في السلطة اليوم. هذا لنبعده جانبا، ربما بنسب متفاوتة نعم، لكن الحقيقة يجب أن نقولها وبما فيها وعلى رأسها خليفة حفتر وما يسمى بالقيادة العامة وطارق بن زياد وغيرها، لأن هؤلاء سطوا على نصف مليار دينار من عائدات الضرائب، وهذه موجودة وموثقة وبرسائل وشكاوى واضحة من الإدارة العامة للضرائب، ناهيك عن تهريب الخردة وتهريب النفط وغيرها من الأمور. وبالتالي لا يجوز اليوم أن نمنح صك براءة لأحد، الكل متورط في الفساد وبنسب. فربما يعني ربما من باب التطمين ربما أشارك سيد إبراهيم الرأي في مسألة أنه لن ينجح هناك تشكيل لأي حكومة، لأن الأمر معقد بما يكفي، وأن أرض الواقع ربما تتحدث هذه اللغة. ربما أشاركه الرأي وأطمنه أن للأسف أن الخيار الثاني الذي سيذهب إليه هو الخيار المحبذ أيضا، لأن خليفة حفتر يشتغل على مسارين، مسار السياسي وقد حشر أنفه فيه عندما اجتمع مع عقيدة صالح والمنفي، وكذلك عندما قال بتيلي اليوم في أحاطته أنه وصلته رسالة ممن سماه قائد الجيش الليبي تعبر عن انشغالاته فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية وملاحظاته، ويقول أنه لا علاقة له بالسياسة وهو يغوص في عمق السياسة ويشتغل سياسيا بشكل كبير، وأولاده يشتغلون سياسة أيضا واقتصاد وتهريب وكلها. إذن اليوم إذا ما تحدثنا بشكل واضح نقول أن حفتر يشتغل في الجانب السياسي ويشتغل في الجانب العسكري ويستخدم محمد المنفي في الميزانية التي يراد لها أن تصل إلى أسامة حماد، ومن الذي سيكون يعني من الذي سيجنيها أو سيضع يده على هذه الميزانية؟ لا أحد يقول لي أسامة حماد أو وزراءه أو أعضاء برلمان أو غيره. من سيضع يده على هذه الميزانية هو خليفة حفتر، سيستعملها للتمكين لمشروعه من أجل السيطرة على ليبيا، وسيستخدمها يعني أيضا في تقوية نفسه، وكذلك في محاولة إحداث يعني بعض التطوير المدني هنا وهناك أيضا لزيادة شعبيته بشكل أو بآخر. أنت ذهبت إلى حفتر وأطراف أخرى، أنا سؤالي كان متعلق بدبيبة لوحده. هل الرجل غير في معرض الرد على السيد إبراهيم الدرسي لأنه تحدث عن الميليشيات والفساد وغيره، قلنا أن الفساد عام اليوم. أعطيتك الرد على ذلك، لكن مسألة دبيبة هي لغة دبلوماسية، لم يقرأ الإحاطة بشكل جيد، كيف يمكن أن أفسر حديث الرجل
كان متفاجئ أيضا كما كانت سيدة الدرسي. يبدو الدبيبة متفاجئ من حديث باتيلي اليوم على حكومة موحدة، حديث واشنطن على وجوب إنتاج حكومة تصريف أعمال. ماذا يفهم من هذه التغريدات؟ في ثواني أطلنا فقط على السيد معتوق. شوف 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 يا نبيل، أنا نقول لك باختصار قراءتي أنا لتغريدة السيد الدبيبة. إما أنه يجد نوع من التطمينات وبالتالي هو مطمئن إلى أن حكومته باقية، أو أنها ستكون حكومة تصريف أعمال بالشراكة مع حكومة الشرق، ونحن نتمنى هو ما نتمناه نحن عكس ما يريد دبيبة وغيره، نريد زوال كل هذه الأجسام اليوم، لا نريد أن يبقى منها جسم وبما فيهم دبيبة والمنفي وكل هؤلاء. لكن هذه قراءة، والقراءة الأخرى قد تقول ربما أن السيد دبيبة يريد أن يتعامل مع ما ورد في إحاطة باتيلي وخصوصا نقطة تغيير الحكومة بنوع من الدبلوماسية، حيث يعرض عنها ولا يتناولها. نعم. في تغريدته ولا يعني يعرج عليها، حتى يريد يعني ربما يريد أن يوصل رسالة أن هذه العبارة ليست طيب. ذات قيمة بالنسبة إليه. هذا سيد معتوق، هذا بالنسبة لقراءة سيد الشريف لموقف الدبيبة وفي أي اتجاه يمكن أن يسير. ماذا عن الحكومة الأخرى التي أنتجها مجلس النواب؟ كانت تعرف سابقا بحكومة بشاغة، اليوم باتت تعرف باسم حكومة حماد. في ظل أن دبيبة سارعة بالترحيب، خلاف لذلك صمت أسامة حماد عما قاله باتيلي اليوم في إحاطته. كيف يمكن نفسر هذا الصمت من قبل حماد؟ ماذا يدل بالنسبة لك؟ لا يا أخي نبيل، لدي ملاحظة حول تفسير زميلنا بخصوص حكومة تفسير الأعمال. شوف، أنا أتحدث بمنطق سياسي، لا أتحدث يعني بمنطق المناكفة ولي عنق الحقيقة كما قال، لأن في الحالة الليبية حتى وإن سلمنا جدلا بأن حكومة الوحدة الوطنية منزوعة الشرعية، لكنها تتمتع بالغطاء الدولي مثل ما حال السراج. سوف آتي على الشق المتعلق بصمت حكومة حماد، هذا الذي أريد أن أفسره في الحالة الليبية. في حالة أخرى تتعلق بحكومات مستقرة لدول لديها برلمانات منتخبة، يعني لديهم تجربة في مسألة حكومة تصريف الأعمال، عندما لا يكون هناك توافق تشريع حول الحكومة مثل الحالة اللبنانية الآن، نجيب ميقاتي هو رئيس حكومة تصريف أعمال مثلا، ربما نحن في ليبيا نخوض هذه التجربة لأول مرة، حكومة تصريف أعمال. هذا الذي قصدت أو حكومة تصريف الأعمال هي من منحها الاعتراف، ربما يريد أن يبلغها بأن الوعاء الزمني للاتفاق الذي جاء بها قد انتهى، وعليك أن تصرف الأعمال حتى تنجز ما تم الاتفاق بشأنه. الملاحظة الثانية أخي نبيل في عجالة، مسألة الحديث عن هناك نقطة شابهة التناقض في حديث زميلنا، وهي من جهة يتحدث عن الفساد، ومن جهة أنه لا معسكر الشرق لا يريد أن يضع يديه في مع معسكر الغرب لجهة أن تم فساد طافح وأن هناك تقارير تتحدث عن هذا الفساد، ومن جهة أخرى يتحدث عن شخصية مالية معروفة وهو مراجع غيت، يقول بأنه ما تم من اتفاق حول توحيد البنك المركزي يعني نعم مسألة يعني أشبه بالصفقة، وهذه الحقيقة يعني هي صفقة لغرض يعني تسوية مستحقات مالية لمعسكر الشرق، يعني هي ليست تسوية حقية بالمعنى العملي، يعني بمعنى يعني بالمعنى العلمي أن يكون هناك خبراء يجتمعوا لغرض حلحلة كل المشاكل العالقة التي تراكمت خلال السنوات الماضية. صمت حكومة حماد أخي نبيل يشي بأنه يؤكد بأن ليس تم اعتراف، لأن نحن في ليبيا هذه هي معاناتنا، وهذا الذي قادني للمقدمة التي قلت فيها أننا نشعر بالإحباط والحزن أو بما معنى، لأن لازلنا نعلق أماننا على الأمم المتحدة. هذه الأمم المتحدة في كل المرات هي التي أنتجت الحكومات من خلال وفاقات ومن خلال مخرجات، ولازالت حتى اللحظة تعتبر حكومة الوحدة الوطنية وحكومة عبد الحميد هي الحكومة الرسمية. قل عنها ما شئت، انتقدها بشكل أو بآخر،
آخر، ولكن هي هذه الحكومة المعترف بها أنت تخلق جسما موازي، ترتب عليه التزامات وتضعف الاقتصاد ويصبح هناك انهيار للعملة، وليس لديك القدرة على تغطية نفقات هذه الحكومة الموازية مثل ما صار مع حكومة بشار. يصمت أكيد، لأنه يعني ماذا سوف يقول لحكومة لا تخرج حدود صلاحياتها عن بنغازي والبيضة؟ لما قد لا يعبر عن رفض يا سيد معتوب أو عدم تماهي مع ما يحاول بتيلي العمل عليه أيا كان شكله، دمج الحكومتين أم حكومة جديدة بشخصيات وبأسماء جدد؟ في ثواني لو تكرمت. يا نبيه يا نبيه، أنت عندك مناسبة لم تعبرني ولم تدعوني إليها، ما يضرك أن أقول إنك عملتها في المكان الفلاني وأنك فقير عملتها في جامعة؟ أنا لست محسوبا، فبالتالي ما سوف يؤثر في مسار هذه الإحاطة أو غيرها من الإحاطات أو توجه المتحدة التي حسب المعلومات هي تبحث لنبيل في ثواني، هي الأمم المتحدة والمندوب والمنخرطين في المشهد الليبي هم يبحثون عن وجوه جديدة، هم سئموا هذه الوجوه من خلال الاستقراءات والاستطلاعات للرأي، إن الليبيين خلاص يعني يكررون أنفسهم، إما أعضاء مجلس النواب وإما وزراء وإما سفراء وإما مدراء شركة. ليبيا ليست عقيمة، هناك من الكفاءات والكوادر التي الآن تسيطر على مؤسسات دولية في كل عواصم العالم، الأمم المتحدة تدرك هذا جيدا من خلال تقاريرها، فبالتالي لماذا الإصرار على هذه الشخوص التي لم تنتج أي شيء بل بالعكس عطلت الحياة بكل أوجهها في ليبيا؟ وبالتالي سيد الدرسي كيف ستستجيبون لدعوة بتيلي إلى حكومة موحدة؟ أين هو الدور الذي يمكن يلعب النواب؟ هل سيقبلون بأن ربما أي جهة أخرى تتولى عملية إنتاج الحكومة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد إبراهيم الدرسي، سنعاود الاتصال به في سياق هذه الحوارية إلى حين يكون جاهز معنا السيد إبراهيم الدرسي. يذهب إلى السيد فيصل الشريف. أيا كان شكل الحكومة الموحدة التي يقصدها بتيلي في حديثه، إن كانت جديدة أم بدمج الحكومتين، تعتقد بأن عملية الإنتاج والتحضير لهذه الحكومة والوصول إليها سيكون بحوار مشابه لمسألة حوار جنيف تونس الذي أنتج حكومة دبيبة، أم هو بمسار مشابه لمسار النواب والدولة وإن كان هناك خلافات كثيرة دارت حوله وما نتج عنها من حكومة بشغة سابقا حماد اليوم؟ شوف، إذا ما عدنا للتاريخ المناكفات السياسية على مدى السنين الفارطة، نبيل، قد نخرج بخلاصة واضحة، أننا لم نصل إلى حل تشكيل أجسام جديدة إلا من خلال يعني تدخل ووساطة بعثة الأمم المتحدة، سواء في جنيف أو ما قبلها في الصخيرات. يعني في كلا الحالتين لم يكن هناك توافق، ما يسمونه بليبي ليبي الذي أصبح يعني مثار سخرية ونكتة، يعني لا وجود لتوافقات ليبية ليبية. لكن إذا ما تحدثنا عن نصوص موجودة، عن نص المادة 83 في قانون انتخابات الرئيس، إذا ما مررت هذه النصوص وتم اعتمادها، إذا هناك محاولة لفرض أمر واقع، وهو أن يشكل هذان الجسمان وهما المجلس الأعلى للدولة والبرلمان أن يشكلاهما الحكومة. وبالتالي هنا أين الضمانات؟ أنت الإشكالية اليوم يا نبيل، أنت لا تستطيع أن تثق في مجلس نواب انتهك يعني القواعد الدستورية فيما يتعلق بما يسمى بالتعديل 13 الباطل الذي عارضناه، انتهكه بشكل واضح واعتبر أن مخرجات لجنة 6+6 غير نهائية مع أنها دستوريا تعتبر نهائية، ومع ذلك انتهكه. إذا ما الضامن في أن هذا المجلس نفسه لا ينكت عهوده من جديد؟ وإذا تشكلت حكومة أخرى، ما الضامن أيضا؟ المشكلة أمامنا اليوم، ما هي الضمانات التي يمكن أن نأنس إليها في أننا بالفعل سنذهب إلى انتخابات حقيقية بعد المدة التي حددوها في المادة أعتقد 31 فقرة 1 التي تتعلق بأن هذه الانتخابات بمجرد تقرر القوانين بعد 8 أشهر من إقرار القوانين تنتج هذه الانتخابات، يعني في منتصف ربما 2024؟ ما الذي اليوم الليبيون لا يستطيعون أن يثقوا في هذه الأجسام التي تجاوزت أعمارها العقد من الزمان؟ الليبيون لا يثقون في برلمان جاء على عام ونصف
كما ذكر السيد الدرسي، قال هذه الحكومة جاءت بأسباب وتنصرف بأسباب. جيد، البرلمان جاء بأسباب ويزول بأسباب، جاء لمدة عام ونصف لا يمدد له إلا باستفتاء شعبي ولم يمدد له، إذن يفترض أنه يزول. كل هذه الأجسام الحالية اليوم لا يمكن لها أن تدعي في مواجهة بعضها الشرعية، ولا يمكن لها أن تدعي وصلا بهذه الشرعية ولا وصلا بهذا الشعب الذي لم يمنح كل هؤلاء هذه الشرعية، وإنما هي شرعية يعني ربما واقعية باعتبارهم موجودين ويتحركون، وربما يتحركون يعني على خشبة المسرح، ونعرف أن المالك الحقيقي للجميع هو خارج هذه الجغرافيا الليبية. بالتالي خليني نقول لك باختصار يا نبيل، الإشكالية الكبرى أنك أنت في معسكر الغرب الليبي المتشتت المتشردم اللي هو زي حزمة الكرناف، هذا المعسكر يتناقر كالديكة على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، وأعضاء البرلمان كلهم عند عقيلة، ويعني كل اللي تشوف فيه اليوم يعني واقعنا مرير جدا إذا ما أردنا أن نشخص في الغرب الليبي. خليفة حفتر يستغل هذه النقاط الضعف في خصومه ويؤلبهم على بعضهم، ويستطيع يعني عقيلة صالح يعني استمال كل هذه الكتلة البرلمانية من الغرب الليبي. خليفة حفتر يملك على الصعيد العسكري لجنة خمسة، خمسة زائد خمسة موجود فيها اليوم وغدوة، يملك على الصعيد السياسي التدخل في القوانين الانتخابية ويشترط في خطاباته كذا وكذا وكذا، يملك على الصعيد المالي لجنة المالية العليا اللي رأسها المنفي والتي يريد منها أن يجني الميزانية التي ستحال إليه حتى يتمكن ويتقوى بها. إذن هو لاعب رقم تسعة يلعب محوري في كل الملفات وعلى جميع الأصعدة، بينما خصومه يتناقرون كالديكة ربما سيستفيقون يوما. نعم. وأن شفرة الموس تلامس أعناقهم. هذا الذي يحدث عندنا في الغرب الليبي في مواجهة معسكر الشرق الذي طيب. يتحكم شخص واحد ويعرف نفسه ماذا يريد ويراقص جميع خصومه مرة واحدة. قبل أن نذهب للسيد معتوق، يبدو أن السيد إبراهيم الدرسي عاد لنا مجددا. سيد إبراهيم، كنت قد سألتك قبل أن ينقطع الاتصال بك حول مسألة طريقة التعاطي من قبل النواب، كيف ستكون مع ما يطرحه بتيل الآن بشأن الحكومة الجديدة الموحدة من حيث الدور الذي يمكن ألعبه النواب في هذا الجانب؟ مسألة القبول من عدمه بمشاركة أطراف أخرى تعتبرها البعثة تعبر عن أطراف فاعلة، تقبلون بذلك أم المسألة يجب أن تكون بين المجلسين دون سواهم؟ بداية سيد نبيل، أرجو أن لا يقول فاتني الكثير من النقاش في حلقتك، لكن ضروري أن أرد على طروحات ضيوفك. أول شيء لأبدأ بما انتهى به سيد فيصل. سيد فيصل، نحن فعلا مجلس النواب جئنا وفق مخرجات فبراير بعد ضغط شعبي كبير على المؤتمر الوطني لا للتمديد، جئنا لسنة وشهرين كرة النار التي قذف علينا المؤتمر الوطني، وهي انتخاب رئيس للدولة بطريق مباشر وغير مباشر ووضع القوانين للمرحلة القادمة. سيد فيصل، من نكث العهود ومن رفع السلاح في وجه العملية الديمقراطية، في وجه الانتخابات، في وجه الصندوق، من رفض انتخابات مجلس النواب وتعلل حينا بالاستلام والتسليم وهي مسألة شخصية يعني مسألة شكلية بالكامل، وتعلل بوجود والله الأزلام ولا نقض يعني مبادئ فبراير كما يقولون، من فعل ذلك؟ من سيطر على العاصمة؟ من أنتج فجر ليبيا؟ من دمر المطار؟ من قاد عملية الشروق والهجوم على وقرر رقم 7 الهجوم على بن وليد ورفع صورة السويحلي في وسط بن وليد؟ يا سيد فيصل الشريف، من هجر تورغة؟ من هجر ورسفانة؟ هذه في ردي على سيد شريف. دعنا نتقدم في النقاش لأن هذه النقاط قتلناها بحثا يا سيد الدرسي، أمانة في أعناقنا، نريد أن نسلم الأمانة للشعب الليبي. لكن أنتم من رفضتم الانتخابات، أنتم من رفعتم السلاح في وجه خيارات الشعب الليبي، أنتم من نحيتم من المؤتمر الوطني. يعني نحن لو كان الجو هذه النقاط يعني هذه النقاط قتلناها بحثا في أكثر من مناسبة. دعنا نتقدم في النقاش يا سيد الدرسي، مو سياسية أخرى سيد نبيل. دعنا نتقدم في النقاش أكثر، هذه المسائل التي تطرحها والنقاط قتلناها بحثا في نقاشات عدة وانتهى زمنها. اليوم نحن أمام واقع جديد قد يبدو في نظر البعض، وسألتك عن مسألة ضيفك لا يكررها أيضا سيد نبيل. هو لم يرد عليك أن يحترم الشخصيات الوطنية. هو لا يصف قائد الجيش الليبي يقول يحشر أنفه. أنتم كل ما نتكلم عليه شخصية من هناك تسكتوا فينا.
طيب أسكت وأقول له ألا يتحدث عن شخصيات وطنية نعز ونقدرها ونفديها بأرواحنا. هذا تحقق، هذا حقك تقدر منقذ الوطن وقائد الجيش الليبي بأنه يحشر أنفه. عليك أن تقفه وأن تسكته، فإن لم تسكته سنسكته نحن. وعودة للسيد معتوق، معلش سمحني نرد على السيد معتوق. يا سيد، نقول يا سيد معتوق حكيه حكومة تصريف الأعمال بتاع نجيب ميقاتي في لبنان لها سنتين. سيد معتوق، نحن لسنا واثقين، نحن ما أنا شخصيا وكل الوطنيين معايا في مجلس النواب وعلى مستوى الدولة الليبية، نحن لا نثق في البعثات الأممية للدولة للأمم المتحدة. نحن نعتقد أن الأمم المتحدة لم تدخل إلى دولة خاصة في الشرق الأوسط وحلت المشكلة، بل تزيد وتفاقما. وما التباعد بين الليبيين إلا بسبب ليون وكوبلر ومن جاء بعده، وغسان سلام الذي خرج وينظر علينا دروحها رجل ملائكة. نحن نعتقد ذلك، ولكن هذا واقع يجب أن نتعامل معه. يا سيد إبراهيم، قبل أن أودعك، هل نغلق أمام البعثة الأممية يقولوا ما نحن متفاهمين معكم؟ ستتماهون معها في عجالة قبل أن أودعك. إمكانية التماهي مع ما تتحدث عنه البعثة الآن أمر وارد؟ يمكن أن تقبلوا بأي تصور حتى تصل إلى مسألة نقطة الحكومة الموحدة أم لا؟ مع حالة عدم الثقة التي تعبر عنها الآن في عجالة بإطلاقها لا، بإطلاق سيد نبيل لا. الضغط الذي مرسه قائد الجيش وعقيلة صالح وسيد النف رئيس المجلس الرئاسي بأن مسألة التوافقات مسألة وطنية يجب أن تخرج من ليبيا، وكان موقف قوي وحاد جدا. أيضا تهديد بإغلاق مواني النفط، اللي تحدث سيد معتوق يقول حكومة موازية في الشرق، حكومة منع عليها العلاج لأطفال الذين يعانون السرطان سيد معتوق في بنغازي. حكومة دبيبة منعت مليار دينار لإعمار بنغازي كان خصصها السيد فايز سراج إبان رئاسته مجلس الرئاسي، رفض دبيبة أن يسيد درهم واحد. حكومة رفضت يعني إعطاء مرتبات للقوات المسلحة العربية الليبية لمدة 4 أو 5 أشهر سيد معتوق. هذه الحكومة تمنع أن الأموال على 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 مناطق كثيرة في ليبيا وتصرف الأموال على الميليشيات. انظر إلى الردع كم تأخذ من مصر في مركزي، انظر إلى 3 أرباعات كم تأخذ، انظر إلى غنيوة والحصان ومن شكلتكم يأخذوا، وتمنع الأموال عن أحرار الليبيين الذين قدموا أموالهم وقدموا أنفسهم في سبيل هذا الوطن والذي بنوه سابقا. شكرا. وماضيا وحاضرا ومستقبلا إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا. نحن هذه الحكومة التي يتحدث عليها السيد بتيلي سنتعامل معه بحذر وفق شروطنا. أما أن يجيب دبيب يقول والله هو اللي يقعد تصريف أعمال، هذا مرفوض شكلا وموضوعا. وأي حكومة ضروري تمر على مجلس النواب الممثل الشرعي والأخير والوحيد للشعب الليبي، بمعنى أنكم الطريقة الديمقراطية، بمعنى أنتم تقبلون بعملية الحوار حول الحكومة شرط أن يكون بين المجلسين لوحدهما دون مشاركة أي أطراف أخرى في النموذج المشابه لحوار جنيف تونس، أليس كذلك؟ هذا ما يقوله اتفاق الصخيرات، هذا ما يقوله مجلس الأمن. سيد نبيل، أفتمنه بعض كتابة تكفر ببعض؟ مجلس الأمن لما حطينا محافظ قال لا، لابد تتوافق مع مجلس الدولة. المجلس الأمن وقراراته الصارمة يقول لابد من توافق ما بين المجلسين. نحن بالتوافق وصلنا لمرحلة التوافق. مطلوبك كصحفيين وكسياسيين كمتابعين تبارك هذا التوافق ما بين الليبيين ما بين المجلسين باش انه المرحلة الانتقالية. لماذا تشعلون في النار؟ لماذا تضعون العصيف العجلات؟ إن كان لماذا تجدوا في الماضي ونحن درنا وضع ما يديره؟ نحن وجوه كالحة، نحن كارين الليبيين، ولكن نريد أن نضع العجلات على السكة. نريد قوانين كما حصل في 21. من الذي أغلق المفوضية الانتخابات؟ من الذي فرض القوة القاهرة؟ من الذي سيدي أنا لا أود أنا لا أود أن أدخل معك في نقاش. ولكن متطرفون في طرابلس. مسألة القوانين حتى ما أنتجته لجنة. هذه حقائق سيد نبيل، هذا النقاش. دعني أقدم. إذا حنيتم بالنقاش سأعود لكم إلى الماضي. أذكركم بالماضي. إذا كنت تتحدث عن مسألة القوانين ومن اسمح لي سيد إبراهيم. خذوا بطاقات بعد يا سيد إبراهيم الدرسي. من اللي منحهم يا نبيل؟ سيد إبراهيم الدرسي. عقيلة صالح. سيد إبراهيم الدرسي. سيد إبراهيم الدرسي. خليفة حفظ. أود أن أدخل معك. دبيبة وسلكت دبيبة لما تعاهد أن لا يترشح. سيد إبراهيم الدرسي، اسمح لي حتى أسألك. أنت لا تتحدث، لست في حوار مع الذات. اسمح لي حتى أوجه لك فقط بعض الاستدراكات مما تقوله أنت. أنا لا فقط انطلاقا من مسألة الحديث عن المطالبة بأنه كصحفيين أو غيرنا ندعم الاتفاق ما تسميه اتفاق ليبي، هذا ليس دوري الدعم أو الرفض. نحن نطرح الأسئلة المطلوبة حتى تظهر مواقف السياسيين. يعطينا نبيل الرد حتى يعني ردود سريعة بس بالله. سأعطيك يا سيد موضوعية. سأعطيك سيد الشريف حتى لا نبقى في سجال بينكما. وظيفتي أن أطرح التساؤلات يا سيد إبراهيم الدرسي التي تظهر المواقف بشكلها الحقيقي، وليس مطلوب مني أن أدعم أو أرفض أي توجه إن أقدمتم عليه أنتم. مسألة الانتخابات قد يكون لك قائل، ومسألة الحديث عن انتخابات ديسمبر، هناك من يعتبر بأنه مجلس النواب
صياغته للقوانين بشكل أحادي هي من فجرت انتخابات في جزء منها. تتحدث عن قوانين الانتخابات وحرصكم على ان الليبيين يجهبوا، يجب ان اسمح لي اضحك كما تريد يا سيد ابراهيم، هذا حقك، لن يصلني منه شيء. لكن مساله القوانين الانتخابات، لجنه 6+6، مجلس النواب وفق التعديل الدستوري 13 كان يجب ان يقول انه هذه القوانين هي نهائيه وملزمه، لكن خرج مجلس النواب مره اخرى وطالب بتعديل هذه القوانين بحجه ان هناك اطراف يطالبون بتعديلها. أنا فقط قبل أن أودعك حتى تسمع ربما سيد فيصل الشريف في عجالة، أنه صراحة سيد معتوق بدأ يتفرج على هذا السجال الثنائي ولم نصل إليه حتى. أيش ودع فيه، ما زال توقيتك انتهى وجودك معنا للأسف، هناك ضيف آخر سيدخل بعد. أنا ما أخذش وقتي يا سيد نبيل، توريت الظلم عندك أنت، أنا ما أخذش وقتي، أنا قطعت خط وعطيت الموضوع ما كلاب وقتي عن كل الجماعة اللي توي يتحدث. كل هذا الوقت الذي منحتك إياه ولم تتحدث يا سيد، يا سيد الدرسي، كل هذا الوقت الذي تتحدث فيه والضيوف يستمعون إليك ولم أمنحك الوقت الكافي، عذرا اسمح لي. أتمنى أن تكون موضوعيا قبل أن تتحدث عن المظلمة يا سيد الدرسي. سيد الشريف في عجالة، أنا أود أن الدخول في سجال ثنائي في عجالة فقط، لأنه سيد معتوق ينتظر طويلا منذ دقائق، تفضل. لا أنا في عجالة ولن في ثواني، نعم أخذ الوقت المخصص لسيد معتوق، لأن هو ربما في تعقيب بسيط على السيد إبراهيم الدرسي عندما تحدث عن تهجير تورغة وغيرها. اليوم تورغة موجودة وموجودة في ديارها وموجودة آمنة. السؤال الذي يطرح نفسه سيد إبراهيم، ماذا عن مهجري جدابية ودرنة وبنغازي وقنفودة؟ وأنت يا سيد إبراهيم بدل أن تفدي خليفة حفتر بروحك، يفترض أنك نائب عن أشخاص موجودين في المنطقة الشرقية، هم من أوصلوك إلى هذا المنصب الذي أنت فيه، وبالتالي تفكر في شخصيات مهجرة انتخبتك أنت شخصيا، مهجرة موجودة خارج ديارها واغتصبت ديارها وقتل أهلها وشردهم حفتر. يفترض أن هؤلاء من ينتظرون منك موقفا إيجابيا، مش خليفة حفتر هو من ينتظر منك هكذا موقف. أنت نائب عن الشعب، نائب عن من انتخبك، ولست نائب عن خليفة حفتر ولا عن أولاده. هذه التي أربأ بك أن تقع فيها يا سيد إبراهيم. انتهى ردك يا سيد، وتأدب في الحديث عنهم ومعهم. سيد دريسي شكرا جزيلا لك، انتهى وقتك، وحتى لا يعتقد بأنه أنا لا أتأدب مع خليفة حفتر لأنه شريف. مجرم وقاتل يا إبراهيم الدرسي، وأولاده قتل ومجرمون، أنا لا أتأدب معهم. يا سيد الشريف واضح انتهى وقت الرد، اسمح لي. سيد دريسي نشكرك شكرا جزيلا، حتى لا تعتقد بأنه أنهينا وجودك معنا للردود التي عبرت عنها في حديثك مع السيد الشريف، هذا الأمر غير موجود. هناك ضيف آخر، هناك ضيف سعيد ونقاش وحوار. شكرا لرحابة صدرك، فقط هناك ضيف آخر سيدخل معنا من هناك حيث تجلس أنت الآن في بنغازي. سيد إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب، شكرا لوجودك معنا. أعتذر من السيد عبد الحكيم معتوق، صراحة أطلنا عليك، لكن النقاش الثنائي والسجال الذي دار بين الضيفين والرد المضاد كان يمكن أن هناك حاجة للوقوف عنده. على كل، أذهب بك إلى النقطة التي يتحدث فيها بتيلي بأنه سيعمل مع المنفي من أجل إمكانية عقد مفاوضات بين الأطراف الرئيسية. عملية إقحام بتيلي للمنفي في أي حوارات ثنائية يمكن أن تجمع المجلسين النواب والدولة، ما مدى صوابيتها بالنسبة لك؟ والله يا أخي نبيل، أنا كمواطن سئمت هذه الجعجعة، أريد طحينا حقيقة. هذه الجعجعة سبت لنا صداع على مدى 12 عاما. وعندما يتحدث ضيفك مع احترامي له عن ما قلته بشأن حكومة موازية، هذا ليس كلامي. أنت أقنع الأمم المتحدة بأن حكومتك هي الحكومة الشرعية، وأنا سوف أقول معك أن هذه، أنا كمواطن أقول هذه الحكومة الشرعية التي يعترف بها العالم. أنا لست ضد أحد ولا مع أحد، أنا أشخص الحالة وأوصفها وأقدم لك ما توفر لي من معلومات. ثم مسألة الانقلاب على المسار الديمقراطي، أستاذ إبراهيم، أنتم كنواب قبلتم بالمؤتمر العام في مرحلة ليون، لماذا قبلتم؟ لماذا لم تقولوا لليون هؤلاء انقلبوا على المسار الديمقراطي بقوة السلاح ونحن البرلمان المنتخب ولا نريد أن نجلس هو معهم؟ لم يعد موجود جلستم معنا. معهم وتبدلتم معهم. هو أنا على كل حال، هو ليس حتى أستاذ نبيل، هو ليس إسقاط. أنا لا, 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 لا
حتى لا تلزمني فقط يا سيد معتوق، أنا لا أمانع في الرد على أي ضيف والحوار ما بين الضيوف، فقط لأن الضيف غادرنا حتى لا تلزمني بحق الرد طالما ردت على ما ذكر. على كل حتى لأنه للمتلقي أستاذ نبيل. نعم هذا حقه نبيل، للمتلقي وليس لضيفك. التوضيح للمتلقي، ما قلته حكومة موازية هذا اعتراف المجتمع الدولي. نعم. والانقلاب على المسار الديمقراطي العودة له سببه النواب وليس الشعب. نعم. هذين النقطتين اللتين أردت أن أوضحهما. فيما يتعلق بسؤال حضرتك في عجالة، الوقت لك، تفضل. منذ البداية نحن كمواطن، الوقت لك، تفضل. نحن كمواطنين، وأنا ربما أعبر عن شريحة معينة وهي شريحة الكتاب والصحفيين وغيرها، نحن ملنا حقيقة الاعتماد على هؤلاء الذين يتدخلون، سواء كان ما يعرف بالمجتمع الدولي أو أطراف إقليمية أو عربية وغيرها. لكن أنا يعني أؤكد ما تفضل به الأخ فيصل، مسألة الكليشيه الفضفاض الليبي، أين هو الليبي؟ يعني يجب أن هذا المصطلح أو هذا التايتل أو العنوان يجب أن يترجم إلى برنامج عمل حقيقي على الأرض. نشعر نحن كليبيين بغض النظر عن انتماءاتنا، خلفياتنا، بغض النظر عن إذا ما تمت حساسيات بيننا أو خلافات، بأننا يعني نقبل العيش المشترك ونحافظ عن مصلحة المصلحة العليا للأمن القومي الليبي وعن مقدراتنا وعن سيادتنا وعن كرامة إنساننا. لكن هذا حقيقة وفق التقارير غير موجود. الإصرار على إشراك أنا أي طرف نبيل بصراحة، ولضيفك الذي غادر والأخ فيصل، إبراهيم وفيصل، أنا ضد أي طرف خلاص. يعني المفروض الآن هذه التجربة المريرة التي أفرزت حقيقة نماذج هشة وواجهة أصبحت مثار فعلا للسخرية في العالم على كل المستويات أتحدث. وأنا هنا نبيل ربما لا يسع المجال لاستعراض أرقام ومؤشرات حقيقية تصدر عن مراكز بحثية ومراكز رصد، أنا أتكلم من فراغ لأنني في حوار معي لا يمكن لي أن أستعرضها الآن، ولكن هذا هو الواقع. عندما تأتي المؤشرات كلها صفرية، حتى معدل ارتفاع الجريمة، انتشار المخدرات، الهجرة الغير شرعية، الفساد الذي أصبح شجرة ورفة الضلال في كل ربوع ليبيا، انتهاك الحق الإنساني. إذن على الذين في الواجهة الآن وما تبقى لهم من زمن، إذا تمت نية لدى المجتمع الدولي مرة أخرى، أنا لا أعول عليه كثيرا، ما تبقى لهم من زمن، المجتمع الدولي أخي نبيل وأخي فيصل يفكر في شخوص جديدة، في واجهة جديدة، ويفكر في مسألة مراقبة الإنفاق، لأن رأوا الفساد أصبح يعني منتشر في كل وسائل الإعلام العالمية، يعني قضاياه أقصد. ويفكر في كيفية ربما اختيار شخصية وفاقية عسكرية تجمع هذه الفصائل المسلحة وتجمعها يعني تحت إطار واحد، لأن كل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن بخصوص نزع السلاح أو تفكيك الفصائل المسلحة فشلت، لم يكن بمقدورهم أن يفعلوها إلا بالتدخل المباشر من خلال اليون القبعات الزرقاء، وهذه مسألة تحتاج إلى كثير من الترتيبات والوقت. إذن ربما يتم انتقاء شخصية ليبية وفاقية تسند لها مهمة جمع هذه الفصائل، هذا هو الذي يفكر فيه المجتمع. فضلا عن موضوع الإنفاق الذي حقيقة متعلق بقضايا الفساد. أما مسألة إشراك دول الجوار أو الدول الإقليمية أو المجتمع الدولي في كل تفاصيل الحالة الليبية سوف يزيد المشهد تعقيدا وإرباكا، ولن يأتي بحلا سريعا. أذهب لأرحب بضيف الذي ينضم إلينا الآن من بنغازي، السيد محمد مطريد، وهو المحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد مطريد في حوارية الليلة. كنا نتناقش حول مسألة حديث بتيلي، وإن كان يسير حديثه عن مسألة الحكومة الموحدة في اتجاه إنتاج حكومة جديدة تنهي هذا التنازع بين الحكومتين، أم مسألة التوحيد أو دمج الحكومتين، دعنا نقول بين حكومة الدبيبة وحماد، هذه واحدة إن كان لك أي تعليق فيها. نقطة أخرى أيضا حتى تفصل فيها مسألة الحديث عن عمل بتيلي مع المنفي من أجل إمكانية عقد مفاوضات بين الأطراف الرئيسية في ليبيا، هل هذا العمل سيكون متعلق بمسألة الحكومة الجديدة أم سيتعدى إلى قوانين الانتخابات التي تدور في حالة مراوحة بين القبول والرفض؟ أهلا بيك وبضيفيك الكرام ومستمعي قناة الغاليب الأحرار.
طبعا إحاطة باتيلي اليوم كانت واضحة وصريحة ومع تأييد المندوبين لكل الدول التي حضرت في مجلس الأمن. سيد باتيلي والأعضاء نوهوا على حكومة تصريف أعمال ولم ينوه على آلية هذه الحكومة كيف تكون، يعني احتمالية أن تكون هناك دمج واردة، واحتمالية أن عبد الحميد الدبيبة يخرج من الساحة التنفيذية واردة. فهذا التوقع أعتقد أن السيد عبد الباتيلي ما زال يترصد الوضع الراهن، وأعتقد أن الجولات التي قام بها سابقا وجولات المركوكية مع كل النخب السياسية في الدولة الليبية وأيضا مع مجلس النواب الدولة والأطراف الصراع، هنا أعتقد باتيلي اليوم حاول أن ينوه بشكل واضح وصريح أن المجلس النواب الدولة فقدا نوع من الثقة من حيث وضع خارطة متفق عليها من الطرفين. وأعتقد أن سئم السيد باتيلي من خلال إحاطته اليوم أن هناك لابد أن يكون حكومة جديدة، حتى يعني رسالة واضحة للسيد عبد الحميد بيبة الذي الآن يحشد مؤيدينه في العاصمة وفي المصراتة ويحاول التقارب مع المؤثرين في العاصمة طرابلس. لهذا أعتقد باتيلي الآن سوف يذهب إلى خطوة جديدة، وهي أن هناك لجنة جديدة، لجنة رفيعة المستوى، التي من المحتمل أنها تأخذ الدور التشريعي لإصدار قانون جديد أو إصدار قرار جديد لتعديل بعض القوانين الانتخابية، إلى أن تذهب بمرحلة تنفيذية إشرافية لحكومة تقوم بالإشراف على الانتخابات. لأن لا يمكن أن عبد الحميد البيبة المرشح لرئاسة الدولة الليبية أن يكون طرف مشارك في أن يكون في الانتخابات القادمة، لأن أحد القوانين تقول أن لابد أن يستقيل الجميع من مناصبهم ثم يرجعوا إلى منصبهم السابق في حالة الفشل. بس هذه القاعدة لا تنطبق مع عبد الحميد بيبة، من حيث أنه هذه الحكومة لن تكون موجودة بالحقيقة، وأن هناك حكومة فعلية وهي حكومة تصريف، حكومة انتخابات وحكومة برلمانية. البرلمان سوف يخرج لنا بحكومة جديدة، وأعتقد أن هذا الأمر يعني لابد أن يكون واضح وصريح من البعثة الأممية، بالرغم أننا نشك أن هذه البعثة ستكون يعني تتعامل مع المشهد الليبي بطريقة صحيحة، وأن تكون عناصر الحلول المتواجدة على أرض الواقع، وخاصة التقارب الأخير بين السيد خليفة حفتر ومحمد المنفي والسيد مستشار عقيلة صالح الذي كان مبتعدا سابقا على المشهد السياسي والآن رجع في آخر لقاء يعني. فهذا الأمر وهذه المعطيات جميعها أعتقد أن باتيلي لابد أن يعي جيدا أن لو أشرك مجلس النواب الدولة في الفترة القادمة، من حيث أن لابد أن يتحاوروا على إخراج لجنة حوارية متفق عليها من الطرفين أن نصل إلى حل نهائي، سوف نذهب إلى صراع جديد واحتمالية الحرب مواردة، لأن الأطراف التي تقود المشهد السياسي لا تريد تسليم السلطة بشكل واضح وصريح. الآن على هذا الأمر يسري حتى على حكومة حماد، هذا الأمر يسري على حكومة حماد يا سيد عبدالله باتيلي. نعم. عندما تقول بأن هناك أطراف لن تسلم السلطة، نعم، حكومة للأسف يعني حكومة مكلفة يعني عملية عدم التسليم. السيد حماد هو سيسري على حكومة مرشح من مجلس. لا أنا سؤال، أنا سؤالي أصلاً في كل حال. لا أنا أقصد سؤالي يعني متعلق. سيد حماد وحكومته. اسمح لي حتى. سيد حماد وحكومته عبارة عن هي حكومة تصريف أعمال مؤقتة لأجل ما يعني أعتقد سيد حماد موافق جدا على آلية الدمج مع عبد الحميد بيبة، ولكن الكلمة ليس لدى حماد ولا ليس عند البيبة، الكلمة لدى المجتمع الدولي الذي يحترف بحكومة البيبة في هذا الحقيقة. يعني لازم نقول الحقائق ونقول الآلية اللي واصلينها نحن وقاعدين نتعاملوا معها يعني. طيب. فلهذا أعتقد أن التعامل الدولي مع حكومة البيبة هو الأمر الوارد. البيبة هو الذي سوف يقرر مع توافق مع السيد محمد تكالة الذي رشح كمجلس الدولة. أعتقد التوافق بين تكالة وسيد بيبة واضح وصريح، وأنه هو يوافق جدا لسيد عبد بيبة. نعم. فأعتقد أن التحاور في حالة تنفيذية مع عبد الحميد بيبة هو الأصل في الموضوع. أما محمد منفي وتواجده مع الأطراف الصراع ويكون هو طرف في حل حالة المشاكل، بحكم أن قانون جنيف أو برلين 2 اتفاقية التي خرجت علينا من قرار 1745 قالت أن سيد بنفي هو عبارة عن جسم يحاول الصلح بين الأطراف، ولكن سيد بنفي في الفترة القادمة لم يمارس هذا النشاط الذي كلف به وخرج عن سياق العمل الحقيقي وتعامل مع نفسه كقائد أعلى لقوى الجيش الليبي، وهو الحقيقة الأمر لا يسيطر على الكتائب والميليشيات التي تتناحر في العاصمة طرابلس. فهنا أعتقد بنفي موقفه موقف ضعيف، واضح تماما. نعول على التوافق الذي ممكن يحدث بين مجلس النواب والبيبة على إخراج حكومة توافقية مع عبد الحميد بيبة. لا أتفائل بوجود حكومة جديدة الحق، لا أتفائل بوجود شخص غير عبد الحميد بيبة، في حالة أن هناك حكومة فعلا تريد استلام السلطة في الوقت الراهن سوف تأخذ وقتها من التسليم والاستلام وتضيع الوقت حتى نذهب إلى انتخابات. لهذا نعول على وضع مدة ملزمة للسيد عبد الحميد بيبة
حتى يكون ملزم للذهاب الى الانتخابات او يسلم السلطه لغيره، يعني يسلم احد. واضحه تماما هذه الفكره. نعم. اسمح لي ان انتقل الى السيد بشريف. تشرف على الانتخابات. هذه الفكره واضحه بالنسبه لنا. صوت استاذ نبيل غير واضح. نعم، ان شاء الله الزملاء الان يحاولوا تصليح الخلل حتى يمكننا او يمكنك سماعنا بشكل جيد. سيد شريف، اعود لك مره اخرى حول دفع باتيلي في حقيقة الأمر برئيس المجلس الرئاسي إلى المشهد وعزم نفي رعاية اجتماع مع رئاسة مجلسي النواب والدولة. ما الذي سيغير في هذه المفاوضات؟ بمعنى ما الذي سيضيفه المنفي للمجلسين من خلال هذا الاجتماع إن عقب بطبيعة الحال؟ شوف، خلينا نتكلم بكل واقعية يا نبيل، وأعتقد أن الشارع الليبي اليوم يرى كل هذه الأمور ولديه يعني قناعاته وأحكامه، لأن هناك بديهيات لا يجب أن نختلف عليها. إذا أردت أن توكل مهمة الذهاب لانتخابات عادلة ونزيهة، أن توكلها إلى الأجسام التي لدي اليوم عمرها في السلطة أكثر من 10 أعوام كي تقيم لك انتخابات وتخرج نفسها من المشهد، فهذا أعتقد لا يقبله عاقل ولا ينتطح فيه عنزان. هذه واحدة. مسألة أن أيضا محافظ مصرف ليبيا المركزي، وسوف آتي لي الإجابة على سؤالك، بس نقطة هي عابرة. محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي أعلن في 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 بضغطة زر عن توحيد مؤسسة المصرف ليبيا المركزي، ورحبت أمانة الجامعة العربية، ورحبت مصر، ورحب العالم، ودندن ورقص على أنغام هذا التوحيد. يعني أعتقد أنه يعني هذا حق أريد به باطل. السيد الصديق الكبير ذهب في صفقة لتسوية الديون وتمرير ميزانية لمعسكر الشرق حفتر ومجموعته، وبالتالي الكل هلل ورحب من الجهات المالكة والراعية لحفتر ومشروعه، وبالتالي لا أعتقد أن هناك توحيد، وسترى الأيام القادمة أن توحيد مؤسسة مصر في المركز هذه لا قيمة لها بمجرد أن ينشب خلاف بسيط في بعض الإجراءات. هذه واحدة. ثم سيد نبيل، المنفي ألم يأتي به اتفاق جنيف على أنه رئيس الدولة الليبية والقائد الأعلى للجيش الليبي؟ السؤال اللي يطرح نفسه للشخص البسيط في الشارع عندما يجتمع المنفي مع الحداد، والله مع النضوري، والله مع أي عسكري، يكتب على صفحته بأنه اجتمع القائد الأعلى للقوات المسلحة المنفي مع هذا العسكري أو ذاك. عندما يلتقي مع خليفة حفتر يقول أنه اجتمع رئيس المجلس الرئاسي مع القائد العام. ما يقدرش، لا يتجرأ أن يقول بأنه قائد أعلى للجيش الليبي هنا أمام خليفة حفتر. وبالتالي اليوم عندما يعني يحاول باتيلي أو المجتمع الدولي أن ينفخوا في هذا الجسم الميت اللي اسمها الرئاسي فيه بالعضوين الآخرين بالكوني واللافي، رأوا هذا النفخ للأسف بيقولوا بالليبي في قربة مشروكة. هذا الرجل الحقيقة لا يملك شيء. إذا كنت محايد صحيح، وإذا كنت تملك صفاتك التي أعطيت لك بشكل حقيقي، يجب أن تتصرف حيال الجميع بهذه الصفات، وأن تكون بالفعل معبر عن استمدادك للشرعية، وأن هذه الشرعية موجودة لديك، وتكون شرعية ديناميكية تتحرك في جميع الاتجاهات، مش تتحرك في اتجاهنا وغادي تتحرك كما تتحرك النعامة، أسد علينا وفي الحروب نعامة. ما هذه الإشكالية؟ هذا الرجل لا يصلح أن يكون وسيطا أو أن ينهي أي مسألة سياسية أو مالية أو غيرها. وظيفته أمرين وأختم بها يا نبيل. وظيفته في الشق السياسي اليوم يريد أن يجمع عقيلة وتكالة. زمان لما قال بنجمع المشري وعقيلة قالوا للزوز يفتح لك ربي، ما علاقتك أنت بهذا المسار؟ هذا من 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 هذا من اختصاصنا نحن باعتبار الاتفاق السياسي، وليس لك علاقة به. اليوم وين حفتر قال لهم لا خلاص جمعة وجاه لعنده وقال له وجاب لعقيلة قال له لا خلاص انطلق في المسار وجمع الزوز. الآن المنفي طلع وكأنه هو الذي صنع هذا الأمر، بينما المنفي تلقى تعليمات ليس أكثر. اليوم لما بيجمعهم بيخدم على حاجتين، المسار الانتخابي السياسي وهو أن يكفل قوانين تمرر خليفة حفتر، المسار المالي وهو على رأس لجنة مالية مع رئيس دولة وقائد أعلى القوات المسلحة على رأس لجنة مالية. تخيل، يعني يريد أن يكفل ميزانية تصل إلى أسامة حماد، وبالتالي هي تقع في أيدي حفتر وأولاده حتى يعطيهم حق التصرف في هذه الميزانية التي لن تصل لأهل برقة للأسف، ولن تصل للبلديات الموجودة هناك. وبالتالي سيد معتوق، الحديث عن أن يأتي الحديث عن الحكومة في هذا التوقيت من قبل البعثة الأممية ومعها واشنطن الآن قد تشاركها
في النظر على اختلاف التوصيفات، ألا يمكن أن يقود البلد أو أن يبقي البلد في دوامة حالة المراحل اللا انتقالية التي باتت تعنون المشهد منذ سنوات في ليبيا، وبالتالي تبعد الليبيين عن الانتخابات، أم على العكس تماما البلد حتى تذهب إلى انتخابات في حاجة إلى حكومة تسبق هذه العملية؟ فأي الطرحين أوجه أكثر وجاهة دعنا نقول بالنسبة لك؟ لا، دعني أعلق بشكل سريع أخي نبيل على مسألة الباكج. يعني هي مجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية جاء في سلة واحدة كمخرجات جنيف، يعني وبالتالي حتى صفة القائد الأعلى التي يمنحها رئيس المجلس الرئاسي لنفسه غير دقيقة، لأن في حالة السراج كان لدينا 9 رؤوس قادة أعلى للجيش، وفي حالة في هذه الحالة أنت لاحظ حتى لما يغيب المنفي يذهب عبد الله اللافي كقائد أعلى، وعندما يغيب عبد الله اللافي يذهب موسى الكوني كقائد أعلى، إذن عندنا 3 رؤساء أعلى، إذن هذه صفة يجب أن يكتسى بها من انتخب شرعيا، أن يكون هناك رأس واحد لهرم الدولة، رئيس الدولة هو القائد الأعلى للجيش عندما تحصل هناك انتخابات. فمسألة هذه الصفة هي صفة غير دقيقة، وبالتالي أي دور يقوم به هو يجب أن لا يخرج عن إطار السلة التي جاءت به برفقة عبد الحميد دبيبة. مسألة أي من الخيارين أخي نبيل، الحل والربط مرة أخرى، على الرغم من أنني ناديت وناشدت سواء كان من خلال كتاباتي أو من خلال حضوري معكم اليوم بأن لا تعويل، ولكن طالما الليبيين مختلفين على كل شيء فبالتالي لا، يعني لا بد من أن الأمم المتحدة يكون لديها رأيا، إما أن تذهب إلى لجنة رفيعة المستوى في حال عدم التوافق بين مجلس النواب والدولة، أو تذهب إلى الخيارات المطروحة وهي وفقا للتعريفات التي أشبعناها تحليلا، الحكومة الموحدة وحكومة تصريف العمالة وحكومة جديدة. المهم أن المسؤولية الأكبر ملقاة على عاتق هذا المجتمع الذي ينخرط بشكل أو بآخر من خلال مؤسساته، من خلال أجهزته، من خلال شركاته، من خلال السفراء. يعني لا يمكن، يعني أنت اليوم تتحدث عن سفير لديه الكلمة العليا في ليبيا، عندما يتحدث ريتشارد نورلاند مع أي من هذه الأطراف السياسية يصبح كلامه نافذا، أو السيدة كارولاين تبع السفارة البريطانية. إذن أين هي؟ نحن يا نبيل والإخوة الأعزاء لدينا مشكلة، لازلنا نعاني من صراع الإرادات بيننا وبين هذا المجتمع. من جهة أخرى سلمنا رقابنا له منذ سنوات وقبلنا بكل أولئك المندوبين الذين تعاقبوا على ليبيا، والتي أنا على المستوى الشخصي أعتبره فشلا للأمم المتحدة، لأن من غير المعقول أن الأمم المتحدة تبعث 8 مندوبين لبلد يشهد صراعات ونزاعات ومواجهات مسلحة وفساد، وتفشل كل تلك البعثات في إيجاد مخرج. إذن نحن أمام ليس فرضية، أمام واقعية إدارة الصراع في ليبيا، وهذا الصراع عندما أثبتوا بشكل عملي وملموس إنهم يريدون استمرار تدويره على هذا النحو، ترضية لطرف على حساب آخر أو دولة جوار على حساب أخرى، إذن على الذين هم في الواجهة أن يرتقوا قليلاً ويلامس الشارع ومعاناته ورغباته وتطلعاته، وأن يتنازلوا على الأقل ويتركوا المجال لشخصيات ربما أكثر عقلانية، أكثر فهما للحالة السياسية، أكثر تواصلا من العالم، أكثر قدرة على التحليل وأكثر قدرة على التنفيذ. أما الإصرار مثل ما قالوا ضيوفه كله، الإصرار عادي على هذه الشخوص أعتقد فسوف يضل المشهد اللي ملتبسا والأرضية رجراجة والحالة مرتبكة والحل عصيا عن التطبيق. وبالتالي سيد امطريد، عندما نقف عند نقاط الخلافية طوال هذه السنة أو ما قبلها، كنا أمام خلاف واضح بشأن شروط الترشح، بعد بوزنيقة صرنا أمام 4 نقاط خلافية مرتبطة بارتباط الرئاسة بالبرلمانية، حتمية الجولة الثانية، الحكومة الجديدة التي أحيا بتير الحديث عنها بإحاطته اليوم. يبدو لك بأن المشهد يتراجع في ليبيا أم يتقدم نحو إيجاد تصور للحل يرضي مختلف الأطراف؟
هو حتى نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف هو أن نقبل بالجميع في صندوق الانتخابات، يعني من يريد نفسه رئيس لهذه الدولة ومن يريد نفسه نائبا لهذه الدولة أن يذهب إلى الانتخابات، والقوانين تكون مفتوحة للجميع، لأن حجة هذه القوانين أصبحت تغذي أطراف الصراع. أعتقد الكل منسجم جدا مع هذه القوانين التي يختلفون عليها. فأعتقد أن ما يحدث الآن في الكواليس هو اتفاق على أن هذه القوانين تعرقل آلية الذهاب إلى الانتخابات، لأن الجميع أعتقد كل واحد يدلي بحجته حتى يكون هناك جولات وسولات في إقرار هذه الانتخابات، ومن ثم نذهب إلى تأجيل آخر، ومن ثم نذهب إلى لجنة أخرى وتدعينا المجلس الأمن من جديد وإحاطة جديدة. وأعتقد باتيلي لو خسر هذه الجولة سوف يأتينا مبعوث جديد، وهناك تلويح للسيدة ستيفاني للرجوع للمشهد الليبي. فهنا أعتقد أن المجتمع الدولي والأطراف الدوليين مع مبعوثهم الذي يأتي تكرارا للدولة الليبية أنه لا يذهب إلى حل المشاكل بشكل واضح، أنه لا يذهب إلى أطراف الصراع بشكل واضح، لا يلتمس الصراع من حيث انتهى. يعني الصراع الآن موجود، يعني السيد بيبة لو جينا بحثنا وحللنا المشهد في طرابلس يعني وشفنا السيد بيبة مثلا يعاني الآن من أطراف الموجودة تحته من الميليشيات التي تصارعت أيام اللي فاتت وسببت له إحراجا أمام الدول. يعني هذا الطرف الآن أصبح الطرف ضعيف أمام المشهد الدولي. هل فعلا سوف يكون طرف حوار للاجتماعات القادمة؟ هل هناك قوانين سوف يمررها عن طريق محمد تكالة بعد اجتماعي مع قيلة صالح ووضع آلية معينة لهذه القوانين؟ أعتقد أن أشك في أن هناك نية واضحة بين الأطراف حتى تذهب إلى انتخابات. أعتقد أن المرحلة القادمة سوف تكون عبارة عن تدوير لحكومة دبيبة ومشاركة عبد الحميد دبيبة بعد توحيد مصرف ليبيا المركزي. الآن بعد شعروا جميعا أن هناك أن المقاعدهم سوف يتم إزالتها وأن الجميع سوف يذهب إلى مزبلة التاريخ بالتحديد، وهذا الوصف الحقيقي الذي مفروض يكون عليه الجميع الذي يماطل الوضع السياسي في الدولة الليبية ويؤزم الوضع على المواطنين. فأعتقد أن المفروض الآن هو التوحيد الحقيقي والعمل الحقيقي يكون على الأرض، لأن البعثة لا تذهب إلى أطراف الفعليين. يعني عندنا قانون الأحزاب، يعني قانون 29 الذي من المفترض أن يتعامل مع الأحزاب المتواجدة في الدولة الليبية، من المفترض أن يتعامل مع النخب السياسية في ليبيا، وعلى السياسيين يعني في ليبيا حتى هم يكون لهم دور. يعني تجيب لي في عقيلة صالح وترد لي موضوع محمد تكالة تغير لي بمشري وتقول له تعال اجلس من جديد وتحلل لي المشاكل السياسية من جديد وشوف لي مشكلة. هذا الأمر غير واقعي بالنسبة لك. أعتقد أن هذا عبارة عن مماطلة، عبارة عن تهويل وتهريج على الشارع الليبي. نعم واضح. تعتقد بأن الحديث بالاعتماد على المجلسين برئاستيهما يبدو غير واقع ولن يقدم الحل المنشود، هكذا يفهم من كلامك؟ على كل نشكرك شكرا جزيلا، انتهى الوقت. نعم هذه الحلقة. لا 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 ومددنا، لو ذهبنا إلى دائرة الحوار مع مجلسين عبارة عن نرجع لنقطة الصفر من جديد. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي سيد محمد مكريد، كما أشكر ضيف الذي كان معنا يتحدث أيضا من هناك من بنغازي وغادر عضو مجلس النواب سيد إبراهيم الدرسي. أشكر ضيفي الكاتب والمحلل السياسي سيد فيصل الشريف، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من مصراتة. أيضا الكاتب والصحفي سيد عبد الحكيم معتوب، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة. شكرا جزيلا لك. أشكركم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة. دمتم بخير.